بسم الله الرحمن الرحيم. تقييم الأضواء على الدرس 1 صفحة 174. أول سؤال، اختر الإجابة الصحيحة. 7 × 4 = 28. هنا 6 + 6 + 6 + 6 بيساوي 6 في نقط. بعد كم 6؟ أدي 1 2 3 4، ما بعدش بعد اللي يساوي، يبقى 6 × 4. هنا العدد نقط بيساوي 5 أمثال. أمثال ممكن تشيلها وتعمل فيه، الأمثال بتشيلها وتعمل فيه. 5 في العدد 2، يعني 5 × 2، 5 × 2 = 10. مخطط الشرائط اللي هو 4 4 4، هنا كم 4؟ ادي 1 2 3، يبقى 4 × 3. 4 × 3 يبقى العدد كان اصلا 12، يبقى العدد ايه؟ 12. هنا 60 تساوي 10 امثال. 10 امثال يعني 10 في 10 في ايه بيساوي 60. 10 في ايه يساوي 60. 10 × 6. أكمل ما يلي: 7 + 7 + 7 بيساوي 3 في نقط. في كام 7؟ في 7. هنا بقول 7 × 1 = 2 = 3، يبقى 7 × 3. 20 تساوي 5 أمثال. 5 أمثال قلت أشيل أمثال وحط فيه. 5 في إيه بديني 20؟ 5 × 4. 7 أمثال يعني 7 أمثال، العدد 10، يعني 7 × 10 ب70. مخطط الشرائط 10 10 10 10 10. أعد 10 في كام؟ 10 1 2 3 4 5، يبقى 10 × 5، يبقى العدد اصلا 50، بس بيساوي 5 امثال. 5 اتضربت في ايه؟ ادتني 50. 5 × 10. هنا بيقول لي 3 امثال عدد 3، يعني 3 × 2. 3 × 2 هو لو كان قال لي يساوي بس كنت اقول له 6، لكن هو هنا عطت العلامه يساوي جايب لي 2، يبقى 2 في ايه؟ هنا عمل عمليه ابدال، بس عمل عمليه ابدال، يبقى هنا 3 في 2 هي 2 في 3. ضع علامه صح امام العباره الصحيحه وعلامه خطا امام العباره الخطا. معادله الضرب 3 في 5 بيساوي 15. ماشي، 3 في 5 ب 15، يمثلها مخطط الشرائط. هنا 5 و5 و5، وهنا كام 5؟ اخد 5 في 1 2 3، يبقى 5 × 3 = 15، يبقى الاجابه صحيحه. 21 تساوي 7 امثال العدد 4. 21 7 امثال عدد 4. 7 امثال يعني 7 × 4 امثال، يعني 7 × 4. 7 × 4 ب 21 طبعا غلط، ال 4 × 7 = 28، يبقى ما ينفعش اقول 21، يبقى غلط. هنا 5 + 5 + 5، يبقى 5 في كام؟ 5 × 1 = 2 = 3. ايوه صح. 12 بتساوي 6 في ايه؟ ايه اللي اضربه في 6 يديني 12؟ الاتنين، يبقى الايه ده بايه؟ ب2. فان 12 تساوي ال 12 دي بتساوي 6 امثال الايه، يعني اشيل امثال واحط الايه هنا اللي هي ب2، يبقى الاتنين في 6 ب12. يبقى الاجابه صحيحه. ارسم حسب المطلوب مخطط الشرائط الذي يعبر عن ان العدد 14 يساوي 7 امثال العدد 2. عايز مخطط الشرائط ان العدد 14 بيساوي 7 امثال 2، يعني هعمل الاتنين 7 مرات يا 7 مرتين. اعمل الاتنين 7 مرات يا 7 مرتين، ما هي 7 × 2 = 14 وال2 × 7 = 14. 7 ممكن هعمل 7 مرتين او الاتنين 7 مرات. هنا برضو مخطط الشرائط، هنا العدد 18 بيساوي 6 امثال عدد 3، يعني 6 × 3. 3 × 6 = 18، يعمل 6 3 مرات يا 3 6 مرات. النموذج اللي بعده على طول اللي هو الثاني، تقييم الأضواء 1 إلى 2. اختر الإجابة الصحيحة إذا كان العدد هنا 4 × 3 بيساوي إيه؟ هو 4 × 3 ب12، يعني الإيه ديت ب12. فإن إيه تساوي، يعني إيه اللي هي ب12 بتساوي 3 أمثال، يعني 3 في إيه إدتني 12، 3 في 4. إذا كان 16، 8 في بي بيساوي 16، يبقى البي دي بكام؟ 8 × 2 = 16. فإن 16 تساوي نقط أمثال البي، يا البي بكام؟ البي ب2 أمثال، يعني في اللي ضربته في 2 إداني 16 اللي هو 8. 7 أمثال العدد 5 بيساوي 5، 7 أمثاله يعني 7 أمثال العدد 5. 7 × 5 هي 5 × 7، هنا بيبدل بس. 15 تساوي 3 أمثال 3 في إيه؟ إديني 15، يبقى 3 × 5. أكمل بقى لي: إذا كانت 5 × 6 بيساوي إم، 5 × 6 = 30، يعني الإم دي ب30. فإن إم أقول له 30 تساوي 5 أمثال، يعني 5 × 5 إدتني 30، 5 × 6. 8 أمثال العدد 6، 8 × 6 بتساوي 6 × 8، بتساوي هنا بيبدل بس. العدد النقط بيساوي 10 أمثال العدد 7، 10 × 7 ب70. هنا 3 في ان بيساوي 30، الان ب10، فان 30 تساوي 3 امثال عدد ان، الان بايه؟ ب10، يعني 10 في كام بيتساوي 30؟ 10 × 3.
اكتب معادلة الضرب التي تمثل كل من المخططات الشرائط الآتية. هنا 3 في كام 3؟ ادي 1 2 3 4، يبقى 3 في 4 ب 12، يبقى هنا الاي ب 12. ممكن اشيل له دي واكتب له الاي بتساوي 3 في 4. هنا 4 في 1 2 3، يبقى 4 في 3 برضو ب 12. هنا 5، ادي 1 2 3 4 5 6، يبقى 5 في 6 ب 30. هنا 2 في 1 2 3 4 5 6 7، يبقى ال 2 في 7 ب 14. كده حلينا المعادلة. وهنا بيقول لي كون معادلة عدد يساوي 5 أمثال. 5 أمثال يعني أشيل أمثال وأحط فيه. 5 في 3 ب 15. ممكن نكتب له إن الـ A ب 15 وهو عايز يكون معادلة بس باستخدام الضرب. أنا كده كونت له معادلة، ممكن أقول عليها A أو B أو C أو D، أي مجهول، وأحطه 3 في 5. هو عايز عدد يساوي طبعا هنا الـ A ب 15، عدد يساوي 6 أمثال الأربعة، يعني 6 في 4 أو 4 في 6. 4 في 6 ب 24، يبقى ليه هنا ب 24. عدد يساوي 10 أمثال 6، 10 في 6 ب 60، يبقى هنا الـ A ب 60. عدد يساوي 4 أمثال 9، 4 في 9، الـ 4 في 9 ب 36، يبقى ليه هنا ب 36. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.